ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة افتتاح شركة بيلانغ المغرب فرع مكناس، كنتوجه بالشكر لسيدنا اللي يدعم الاستثمار الفلاحي، وكنتوجه بالشكر لجميع السلطات اللي كانوا حاضرين معنا في هذا اليوم ديال الافتتاح، وخاصة السيد العامل وجميع السلطات المحلية وجميع الشركات اللي كانوا متواجدين معنا. بهذه المناسبة كنشكر المدير ديالنا اللي هو جون كلود سبيك، كنشكر البي دي جي ديالنا اللي هو روجي بيلانغ، اللي تحنا هاد الفرصة باش نديرو هاد الشركة في هاد المنطقة الفلاحية اللي معروفة بالإنتاجات ديالها وبالاستراتيجية ديالها اللي هي سونتر المغرب كي كنهضرو عليه دائما. وهذا الشيء جاء نتيجة ديال واحد الجهودات اللي بدناها، وكنتوجه خاصة بالشكر لجون كلود سبيك اللي كان الصديق الوالد ديالي من 1958، وهاد الصداقة ما عمرها تنسات، لأن هاد السيد كيحب المغاربة وكيحب البلاد بواحد الشكل كبير بزاف. هادشي علاش كيحاول يدافع على انه يجيب واحد المشروع، وهانتوما شفتوا النتيجه ديالو. وهذا المشروع نتيجه على الصدقه اللي كنعاود وكنكرر عليها، اللي نتيجه ديال تقريبا واحد 60 عام ولا اكثر، اللي عطات الثمار ديالها، وكتشوفوا راكمكم حضرتوا وشتو كيفاش كان الاستقبال ديالو للمغاربه. هذا من جهه اخرى، هاد الشركه اللي حلينا ماشي حاولنا نجيو ان لواحد المنطقه اللي خاصبه ونحاولوا نقربوا للفلاح واحد الالات اللي تعاونوا في المجال الزراعي ديالو، وفي نفس الوقت نحاولوا نكونوا واحد مجموعه الشباب ديالنا اللي غادي ينفعونا وينفعوا البلاد ان شاء الله. وشكرا للجميع، وشكرا لكل واحد كان حاضر، وشكرا حتى للناس اللي كانوا حاولوا يحضروا، والظروف عائليه ما عطاتهمش الظروف باش يحضروا. كما كنشكر كثيرا جميع وسائل الاعلام اللي غطت هاد التظاهره، واللي الحمد لله حتى اللقاء ديالهم كان جيد بزاف. كنشكرهم ثانيا، وكنشكر الجميع. ويسلا نيوز جريده الكترونيه تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره.